طبعا اساس الرحلات هي طلب العيش، ومنطقه نجد كانت منطقه فقيره، حتى الماء كان قليل، وسبب نزوح اهل نجد خاصه منطقه استير قله المياه طبعا توزعوا بالمناطق هذه، فكانوا يعملون مناطق الجزيره العربيه عموما الى ان بدات القوافل هذه وبداوا يطلعون للعراق وللشام والكويت ومصر وسوريا فلسطين وينزلوا على السودان اي نعم على الابل طبعا، وغالب تجارتهم الابل والخيل. ما لهم رحلات في جنوب المملكه اليمن و... الا لهم خط للحجاز ولليمن، لكنهم ذا اهل حدره طبعا. اسلم. تشكلت قوافل وعرف طبعا خلال المده هذه امر للقوافل هذه، وامير القافله هو من يتميز بكثره المال طبعا والجاه، هو اللي تامر القافله هذه ويتبعه 500 700 الى 1000 شخص يمشون مع القافله هذه، منها الامن والمعيشه الماكل، من اللي يروحون معهم يسمونهم ملحاق، الملحاق اللي يمشي وراء القافله هذا رجل ياكل ويامن معهم ويخدمهم ويسمونه الاولين ملحاق، هذا الحاك. هذا اللي ما يجد شيء يعني ما رايح مثوبه يمشي مع القافله هذه من انطلقت العقيلات من قصيب الى الشام والعراق، رجل طبعا يمشي وياخذ اجره ولا بس الماكل مجرى؟ لا ياكل ويشرب بس ابد، يسمونه جازه، يمشي بجازته وهم راعينا معروف عليه. يذكر لي احد العقيلات انا سجلته فيلم كامل عندي، يقول انا ملحاق ونشات يتيم، أنا يقول تيتمت عمري سنتين ونشأت بين الأعمام وكذا وهم أهل الرحلات وأهل القوافل، فرحت عمري 12 عام معهم، فرحت أول ما رويح وأنا ملحاق. إذا وصلوا الموارد غالبا يكون القاطنين حول المورد هذا البادية، يصير القرب الماء. يقول لي انا ماني انا صغير وملحاق، ما لي اصلا راي ان يقول لا او نعم او، وغالبا هم اللي ينزلون للابيار، لازم ينزل واحد تحت غارف ايه يمسك الدلو كذا، وكانت اغلب الابار تصير عميقه وفيها احيانا دحول تحت، فلازم ينزل واحد. يقول نزلت انا احد الرحلات تحت ضحى، يقول عدنين وصلت عمق البير ما اشوف ظلام بس لا المس الماء انا، يقول وقت نزل عندي رجال احس انه منفسه وينزل، وسالته قال انا فلان من القبيله الفلانيه، قلت له خلينا نتعاون على هذا، قال لا انت خليك بدلوك وانا بدلوي. يقول اثناء شيل هدلا وتنزيله اسمع انا لجيج النازل من فوق، ولو منك سر المحاله اللي فوق ونازل عليهم طايحه اي، يقول ضرب علينا سكت الادم اللي جنبي ذا، يقول اتلمس انا ولا الم الحار ولا الدم فاتح الراس. يقول لما نزل دلونا حطيت الرجال فيه وطلعت معه ولا طرف شو اسمه المحال اللي فوق هذا فاتح الراس، ويصلبونه على بعير يشيلونه للعراق معهم. يقول عاد بعد يمكن 3 شهور 4 شهور وصلنا هناك بالاسواق، بديت يقول انا بقلبي هالرجال هذا اسال عنه، وحصلناه باحد المصحات اي ما مات الرجال، قعد تقريبا بعده 4 شهور 5 شهور وبعدين صحى الرجال. اللي حدوا على هذا الحاجه، ونقرن الحاجه هذه بحاجتنا اليوم، نرفل بعظيم النعم اللهم لك ولا نقيم لها الوزن. شكرا. سبق اني ذكرت عن القصه لهالرجل هذا نفسه، يقول حنا عابرين من غزه وانا ملحاق امشي مع الحلال يمين ويسار وورا، ولا في احد بيوت غزه باطراف غزه، بيت عنده له رجم اخضر واحمر واصفر، هو ما يعرف هذه فواكه لكن ما يعرفها ما شاء الله. يقول بجنبهن خروف مشوي ماكولة من أطرافه، شكله ماخر الليل حاطينه لسه طري يعني. يقول أنا شفت الخروف أنا من زمان عن هالأمور هذه، ولا أو يكاد يكون فاقده يعني.
يقول طلعت الأقديمي وقطعت من زين اللحم وأعبي بالخرجة اللي معي والثياب اللي معي قدر ما أستطيع. يقول بعد ما تعدينا يقول مضى على هالكلام أنا مسجله عام 37 أو 36. يقول والله العظيم أنه طلعنا هالكلام عام 46 هجري. يقول إن يمشي بقلبي يقول والله إن يفقدون هالنعمة هذه. ويقول وأنا صغير سن بعد يعني عمري 12 13 سنة والله أن تجي يوم يفقدون هالنعمة والآن هالحال فيها.